يا ليلي يا ليلي يا ليلي، يا أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا. أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا. يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمس يا بلدنا. يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمس يا بلدنا. أصبح عليك الخير يا بلدنا. يا بلدنا الله يحميكي ويديم عزك ويخليكي. يا بلدنا الله يحميكي ويديم عزك ويخليكي. نور الشمس يا نور عنيكي، انت حلوة ما شاء الله عليك. نور الشمس يا نور عينيكي، انت حلوة ما شاء الله عليك. أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا. أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا. الله 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 عليك يا هيثم. هيثم عامر الرائع، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك، تفضل يا هلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. صباح الفل، ونورتنا اليوم. الله يخليكي، تسلمي. صراحه انا اشعر بدني وانا بسمع هالاغنيه. احنا هاي كانت المفاجاه اللي حبينا انه نختم فيها السنه 2012 في حلوه يا دنيا. الاردنيين اللي بيسمعوا اصبح عليك الخير يا بلدنا تقريبا كل صبح، وبيستمتعوا وبينطربوا في هالاغنيه، ويمكن يعني مش الكل بيعرف لمين وأداء مين، فهاي المفاجأة اللي حبينا إنه الكل يعرفها. طبعاً أداء رائع. أصبح عليك أصبح علينا جميع الخير. نعم. إن شاء الله دائماً الخير على الجميع بعم هاي البلد الحبيب، وبنصبح طبعاً على مشاهدينا الكرام وعلى إدارة قناة رؤية طبعاً، إن شاء الله عليهم وعلى الفرقة الموسيقية وعلى الطاقم كامل، وعليكم طبعا رهف وفؤاد. تسلم، الله يخليك. طبعا هاي الاغنيه اكيد هي اغنيه قديمه شوي، انا كنت نعم. اعملها من زمان برنامج للتلفزيون الاردني. نعم. بس لكن عدت توزيعها من جديد من حوالي سنه ونص او سنتين تقريبا. انا والفنان رامي خليل. نعم.
سجلناها بتسجيل حديث شوي يعني، لأنه الأغنية كانت قديمة شوي تسجيلها. والحمد لله يعني إنه هي مطروقة عند الناس، سامعينها كثير يعني وبعرفوها، سجلناها بشكل هيك. اليوم صوت وصورة بحلوة يا دنيا شافوها. الله يخليك. هذا الفرق طبعا أكيد. وعدناها بشكل طبعا الأستاذ حازم العساف كل الشكر. نعم كل طبعا نجيلهم تحية كلهم، عمل إنه يعني عدها بالكلام واللحن، وكانت يعني الحمد لله يعني يمكن من أعز الشغلات اللي عندي، يعني الأعمال اللي عندي اللي بعتز فيها بصراحة. يمكن بسيطة هي بس لكن بحبها كثير الأغنية. بالعكس الأغنية كتير حلوة، كلام ولحن. واللي بحب أسألك يا هيثم، هل تعتقد أنه إحنا نفتقد لهالنوع من الأغاني الوطنية حاليا؟ يعني هل تشعر أنه معظم يمكن الأغاني الوطنية فيها إيقاع سريع، فيها هلأ احنا طبعا نحترم كل الالوان الوان الغناء بالأول. ولكن قصدي انت بنظرك هاي الاغاني بتوصل اكثر لقلوب الناس؟ هي ما بعرف يعني، انا بحب هذا اللون بصراحه يعني. في فيك طبعا كثير مطربين اردنيين، وحتى من فتره بعيده يعني. نعم. لما كنت اسمع مثلا الفنان اسماعيل خضر مثلا غنى للاردن، نجاة الصغيره غنت للاردن، فيروز يعني. هلا لا شك انه طبعا كل فتره لها يعني. انا غنيت طبعا بشيء اسرع من هيك، مثلا جنه جنه صح يعني، بدنا نحكي عنها ونسمعها كمان. بنغنيها طبعا اكيد. يمكن انا من 2000 غنيتها تقريبا الاغنيه هاي جنه جنه، وكمان عملت الحمد لله لغايه انا بسمعوها الناس. وفي اغاني هيك بحسها انا ما بتموت يعني، بتطول لانه هي بحبوها الناس وصارت جزء منهم. يعني بتعرف كيف هي بترجع للأذواق طبعا. نعم. هي أذواق وهيك بس، لكنه في مرات بيكون في فترة معينة بموجة بتكون حلو. إنه في أغاني بتكون سريعة وهيك، في أغاني خلاص بضلها إلها ناسها يعني. كل واحد له لا، في ناس كثير سجلوا أغاني الوطنية الكلاسيك اللي هي يعني هادية، وفي أغاني شغل دبكي وشغل يعني برضو كمان حلو يعني. بالعكس صار في شغلة كمان إنه يعني نوع من الأغاني الوطنية كانت جميلة. حلو. بس يركزوا شوي على الكلام يعني، ما يكون بصراحة في مرات بلاحظ في كلام أغاني وطنية كثير يعني بده شوية انتباه يعني، تحت خط شوية انتباه. يعني ولا هو بشكل عام بالعكس يعني، حتى المطربين اللي معظم اللي سجلوا أغاني وطنية كانوا صار في شغلة حلوة إنه تنافس بينهم باللحن بالتوزيع بالكلام، فشغلة حلوة كانت. بس إحنا برضو بدناش ننسى برضو كمان أغانينا الشعبية بصراحة. أيوة. يعني إحنا بعدنا شوي عنها، الآن بلشنا نرجع لها يعني. احنا طبعا كنا بنحب الوطن، كنا غنينا الوطن طبعا. بس لكنه لازم نغنيه بشكل يليق بالوطن. عارف كيف يعني؟ يعني اغاني تليق بالوطن وتليق بجلاله الملك يعني، وتليق بحبنا لهذا الوطن الجميل. حلو. فبدنا بس يعني يكون دائما الكلمه شوي يعني نشعر فيها هيك تكون حلوه يعني. عارف كيف انت صاحب الصوت الجميل ياك حبيبي، المصريين بيقولوا حسك حلو. احساس يعني. الله يخليك بقول حبيبي. طب بصير نحكي انه احنا بالصدفه بالصدفه اكتشفنا انه هيثم عامر هو خال زميلنا طارق عصفور اللي هو رئيس قسم الرياضه. انا بنبسط على فكره. انا اول ما شفتك والله يا طارق بقول مش معقول الشبه، بعدين قلت يا بي هلا اذا قلت له على الهوا خال طارق بفكروه كثير كبير. بس دائما في اخوال بيكونوا صغار عادي. لا ان شاء الله عليه طارق بجنن، وهذا حبيبي يعني، انا اخوي بعتبره مش ابن اختي يعني كمان. وفكرة طارق وين هو فنان على فكرة، طارق بغني صوته حلو ودرس موسيقى. أنا والله وينه طارق إزل موجود هو بالجاليري هيو مع ليلى بالجاليري. طب تعال يا طارق إذا سمعنا. أنا سمعته بغني قبل النشرة الرياضية، قلت يا سلام طارق موسيقي كتير يعني بصراحة. أنا يعني لأنه يمكن من هو صغير هو معي تعرف كيف، فتأثر كثير بموضوع انه نسمع انا وياه مع بعض، نعزف مع بعض، نغني مع بعض، فهيك شوي كثير. في علاقه وطيده بينه وبينه بصراحه يعني، مش انه بس انه ابن اختي هيك لا. الله يخليكم يعني لبعض يعني، خليكم لبعض. بس احنا بصراحه كثير ابوي يغني لكم كثير مستعجلين، مش قابل ينزل. احنا كثير مستعجلين لانه صرنا على يعني الوقت بدنا نسمع اكثر. حكيت لي جنه جنه، الناس كمان تسمعها. هي من على فكره هي من الشيء من ال هي تراث، هي قديمه تراث الاغنيه، هي تراث عراقي في الاغنيه العراقيه. نعم. بس يمكن يعني يمكن غنيتها بال2000 يعني ما كانش ممكن في ناس كثير مغنيينها. احنا بدنا النسخه الاردنيه، بعدين غنوا النسخه الاردنيه طبعا. يعني مش راح نغني طبعا، وفي ناس كثير غنوها لكل واحد بلده وغناها. حلو. بس انا غنيناها طبعا يعني بشكل انه حتى الكرار كان معي اطفال، وهي انا مغنيها للاطفال.
يا سلام. يعني بس كان المفروض انه يعني ان شاء الله لو دائما راح اصورها حتى لو قديمه بس راح اصورها بالطريقه هذه. اغاني ما بتموت زي ما بتموت ابدا. صح ان شاء الله. فبدكم اغنيها هلا؟ يا ريت يا ريت. طبعا نسمع هالصوت الحلو. الله يخليك. تسلم. جنة 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 الله يا وطن الله. جنة 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 الله يا وطن الله. والأردن يا حبيب يا بتراب الطيب. والأردن يا حبيب يا بتراب الطيب. حتى نارك جنة حتى نارك جنة. جنة 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 الله يا وطن الله. والأردن يا حبيب يا بتراب الطيب. حتى نار الجنة حتى نار الجنة. زينة 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 ومزيانة بزينة. زينة 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 ومزيانة بزينة. وعمان الكرامة يا أروع مدينة. عمان الكرامة يا أروع مدينة. فيها احنا نتغنى فيها احنا نتغنى. جنة 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 الله يا وطننا. جنة 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 الله يا وطن الله. والأردن يا حبيب يا أبو تراب الطيب. الأردن يا حبيب يا أبو تراب الطيب. حتى نارك جنة حتى نارك جنة. زينة 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 ومزيانة بزينة. زينة 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 ومزيانة بزينة. عمال الكرامة يا أروع مدينة. عمال الكرامة يا أروع مدينة. يا احنا نتغنى فيها احنا نتغنى. جنة 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 الله يا وطن الله. جنة 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 الله يا وطن الله. والأردن يا حبيب يا بتراب الطيب. الأردن يا حبيب يا بتراب الطيب. حتى نار الجنة حتى نار الجنة. الله الله يسلم هالصوت. الله يا هيثم الله. والله جر الذهب انت حبيبي. جر الذهب جد. شو هالكلام الحلو عن بلدنا وهالاداء الحلو. لازم نعرف عن جديدك. سمعنا صورت فيديو كليب جديد او عم بتفكر تصور فيديو كليب؟ والله انا من يعني من اسبوع تقريبا خلصت كليب حلو. جديد من كلمات والحان الاستاذ ماجد زرقات. طبعا وجه له كل تحيه اكيد. والحان الاستاذ يعقوب الاطرش. شاب موزع يعني من الموزعين مهمين جدا في فلسطين الحبيبه. نعم. ما شاء الله. وسجلناها في بيروت. حلو. طبعا الكليب يمكن طبعا المخرج انور عيد وانتاج شركه باسم فراس وباسم صلايطه. نعم. ويعني ان شاء الله رح يطلع كليب حلو ان شاء الله. يعني على الامكانيات اللي عملناها وعلى الوضع اللي كنا فيه ويعني ما بعرف انا حاسك انه رح يطلع شيء كثير حلو. هي لون شعبي يعني الشعبي المودرن الحديث شوي. الاغنيه واردنيه يعني. وصورناها طبعا حلو. بقلعه الكرك. حلو. يا سلام. اخذنا اللوكيشن كامل بقلعه الكرك. حلو. وان شاء الله تكون يعني اغنيه كثير حلوه حسب يعني التعب اللي تعبنا فيها المفروض تطلع ان شاء الله تكون حلوه. اسمح لنا طبعا للجمهور طبعا مقرر يعني ان شاء الله. ايه حبيبي سوري كمل ارجوك. طبعا هلا صورنا احنا المونتاج راح يكون بدايه شهر بدايه السنه يعني بعد كم من يوم راح نبلش مونتاج. وراح تنزل اوديو اصلا يعني. راح تنزل صوت ان شاء الله قريبا جدا يعني على الاذاعات وهيك. حلو. وبعدين راح تنزل على القنوات الفضائيه. لا بدنا الكليب حصري لرؤيه.
هيك اسبوعين زمان بعدين بتنزل على الفضائيات. تكرم وتكرم اوكي هيعملنا ديل مع هيثم. انه هيثم عامر الجميل بصوته وادائه باغانيه الوطنيه الرائعه اللي نختم فيها حلقه ب 2012. لحقناك ملاحقه احنا وجبناك في اخر نشكرك على وقتك. وعدنا بال 2013 نسمع فولكلور ونقول فولكلور إن شاء الله ونغني فولكلور إن شاء الله. إن شاء الله يكون لك كمان وقفة معنا بإذن الله. أنا متشرف والله. نتمنى لك التوفيق وعام سعيد يا رب. الله يخليك. وأنتم من القنوات اللي بصراحة يعني بتهتموا كثير بالفنان الأردني وبالناس بشكل عام بالمواضيع الاجتماعية وهيك. فيعني إن شاء الله بتضلكوا على هيك إن شاء الله. إن شاء الله. هذا واجبنا. أنت بتعرف إحنا اليوم شو عملنا؟ يعني هيثم المحظوظ اللي رح نسأله حلوة يا دنيا لولا نسينا نسأل الضيوف حلوة يا دنيا لولا نرجع ونعملها هيثم عشان هيك ركز واتمعن هلا بالإجابة عشان تكون يعني بدل أربع ضيوف عرفت. الله يستر. احنا دائما بنهاية حلقتنا من حلوة يا دنيا بنسأل ضيفنا حلوة يا دنيا لولا. حلوة يا دنيا لولا. حلوة يا دنيا لو ما عم بغششك يا عرب. ايش عرب غششني؟ اوكي. هي دائما انا بحكي دائما انه الدنيا والله حلوه بس يعني هي مرات في شغلات هيك بتنكد على الناس وهيك بتعرف مواضيع لولا النكد عاطفيين. احنا عاطفيين كثير يعني بنسمع مثلا يعني شغله صارت حتى في بلد لو بلد بنكد بتاثر احنا صار الله يقطع النكد ويقطع اصحاب النكد عشان هيك دائما نعيش حياتنا وان شاء الله كل السلام بعم بالعالم كله ان شاء الله. يعني يا الموضوع رب. انه يعني وضع طبيعي مو لازم يكون فيها لازم حلو. الدنيا حلوه مره يعني هيك لازم تكون هلا بدها تحلو بس لازم نعيش بحلاوتها يعني والله طبعا لك الامور هلا مطعم ريف هيف وريف شيف ميلاد بطرس محضر لنا احلى فطور والله يلا تفضل على الفطور يلا حبيبي واحنا ان شاء الله كل سنه وانت سالم. الله يخليك تسلم. خلي الميكروفون خليه هون خلي الميكروفون هون يلا تفضل من هون هيثم يا اخوي على المطبخ تفضل حبيبي حبيبي شيف يعطيك العافيه. انا يعني صراحه هيك مش عارفه اليوم متاثره زياده عن اللزوم لانها اخر حلقه ب 2012. يا سلام يسلموا ايديك يا شيف كيف وريف من اروع ما يكون. اسمحي لي انا اسمح لي انا انهي هالمره بطريقه مختلفه انهي هالسنه الرائعه اللي مرت علي في رؤيا. اشكر زميلتي رهف اللي كانت الزميله والصديقه القريبه جدا وانت كمان من احلى الامور اللي صارت ب 2012 اني عرفت عليك تعرفت على كل خلصت السنه وامك لسه بتعزمنا بهالتبوله والورق دوالي يا شيخ معقول هالحكي. ضلوا بالف خير ان شاء الله يا رب نشوفكم على خير السنه الجايه. هابي نيو يير كل سنه وانتم سالمين. ما تنسوا تتابعوا قناه رؤيا رؤيا 2013 يوم 31/12. باي باي. ثانك يو هيثم. يلا اهلا وسهلا. يلا شيخ ما فيهاش